السلام عليكم الاخوه والاخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ورمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبكل ما تمنيتوا ان شاء الله نتوما وكاع الاحباب ديالكم. اليوم بغيت نتكلم لكم على واحد القضيه اللي جات بناء على طلب ديال واحد السيده اللي هي من المحبين ومن المتتبعين ديال القناه، واللي كتمنى تشوف معنا المزيد والمزيد من الافكار ومن الطرق والكتب اللي كتفيد الانسان باش انه يستمر في تعلم اللغات والمطالعه. اليوم عندنا ان كومونتير ديال واحد السيده اللي قالت لي الله يخليك، حنا بغينا الا كان ممكن تقدم لنا واحد لا ليست او واحد دي غومون او لا دي ليفغ اللي عندهم علاقه باللغه الانجليزيه. فانا بطبيعه الحال كنهتم بجميع اللغات ونقدر نقدم لكم عده امور اللي هي عندها علاقه بنصائح وكتب اللي تقدروا انكم تعتمدوا عليها باش تقراوها وتطبيقات كذلك. فاجابه على هذا السؤال بغيت نقول على انه اي كومونتير كتكتبوه انا تنقراه، واي سؤال كطرحوه انا كنجاوب عليه، لان هذا الشيء كامل كيفيد القناه ديالنا وكيخلينا نعرفوا الناس المحبين ديال القناه شنو هما الحاجيات اللي هما محتاجيننا اننا نشرحوها ونجاوبوا عليها، لانهم وضعوا فينا الثقه ديالهم وحنا كنبغيو اننا نستمروا بواحد الازدواجيه ايجابيه في تحقيق تنوير بصيره الشباب ان شاء الله في المستقبل. وغادي تلقاو واحد الفيديو غادي نخلي لكم ان شاء الله في القناه اللي غادي نحاول نجاوب فيه على جميع الاسئله ديالكم، لان فريمون اسئله رائعه ومهمه جدا، لانها كتخليني نعرف شنو هما الامور اللي تحتاجوا انني نشرحها لكم. وبطبيعه الحال هذا الشيء هذا كيخلينا نعرفوا ان الناس المتتبعين ديال القناه هما اناس اللي كيبحثوا على المعلومه. اذا باش نخليكم مع هذه القضيه اللي بغيت نتكلم عليها اليوم اللي هي مهمه بزاف باش تفرجوا بعده لغات ايتترا، فابقوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله. اذا اخواني اخواتي، في هذا الفاصل بناء على السؤال ديالكم كيفاش نتعاملوا مع لاشين ديالك باش نستافدوا منها ونعرفوا كيفاش نلقاو لي فيديو مرتبين ايتترا، فاول حاجه كنديروا هي انني كنجيو لهنا صابوني يعني اشتراك، تنضغط عليها وكنلقى هذا الجرس كنكليك عليه حتى هو، وكنختار الفوقانيه اللي فيها توت باش نتوصل بجميع الفيديوهات اللي كيتحطوا في لاشين، كنكليك عليها كومسا. ها هو دابا ولا مفعل. من بعد شنو تدير؟ ها هما لي فيديو كتلقاهم هنايا كاملين، الا كليكتي على هذا السهم كذلك تلقاهم كاملين هنا. وانما كتجي لهاد البلاي ليست هذه اللي هنايا الفوق، كتضغط عليها وكتلقى الدوسيات اللي انا غنبدا نحط لكم هنا على كل نوعيه ديال الدروس، غادا تكون على شكل دوسي كتكليك عليه وتلقاو جميع داك السلسله يعني محطوطه فيها. فمثلا هاد الدوسي الاول غادي تلقاو تقنيه تعلم اللغات وبدء المطالعه، فيه 7 ديال لي فيديو، غنكليك عليه كومسا وغنلقى لي فيديو ديالي مرتبين، المقطع الاول الثاني الثالث الرابع، وكل فيديو راه معنون وتقدروا انكم تستافدوا منهم من الاول الى السادس، اضافه الى هذا الفيديو هذا اللي كنت حتى مؤخرا اللي هو مهم في واحد القضيه اللي عندها علاقه بالترجمه. الدوسي الثاني عنده علاقه بالقضيه الجامعيه كيف ما تشوفوا في 4 ديال الفيديو. اذا نمشيو نكملوا الموضوع ديالنا ديال هذه الحلقه. اذا اخواني اخواتي، الموضوع ديال اليوم هو اننا غادي نمشيو اليوتيوب ومباشره الى القناه ديال نتفليكس اللي كنشكرها بزاف على هذه القناه اللي دارت، لان نتفليكس كيف ما تعرفوا كتهتم بالافلام، وهاد المره دارت لنا افلام وثائقيه باللغه الانجليزيه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتعلموا الانجليزيه وخصهم انهم يداوموا انهم يسمعوا لها. فغادي نمشيو دائما اليوتيوب كومسا وغادي نديروا نتفليكس كومسا. اذا هذه هي لاشين ديال نتفليكس اللي كنتكلم عليها، وغنخلي لكم الرابط ديالها تحت الفيديو كنضغطوا عليها. غنوريكم دابا غير الطريقه ديال التعامل مع لاشين ومع الترجمه. فلما غادي نجي انا مثلا لهذا الفيديو باغ اكزومبل، غادي نكليكي عليه كومسا. Every year winds sweep up 2 billion tons of dust. اذا كيف ما تسمعوا اخواني اخواتي ان هذا الفيديو هذا هو بالانجلي، وانما الترجمه كاينه باللغه الاسبانيه. دونك غادي نحاولوا نترجم نبدلوا اللغه ونشوفوا واش فعلا غتبدل معنا اولا لا. غادي نديروا دابا العربيه. اذا باش نبدلوا اللغه الاسبانيه الى اللغه العربيه غادي نجيو على هذا الشكل هذا، كنجيو لهاد 3 النقيطات اللي عندنا هنا كنضغطوا بحال هكذا، وكنجيو لهنا عندنا سو تيتغ، كنبركوا على سو تيتغ وكنلقاو اللغات المقترحه اللي نقدروا اننا نعتمدوا عليها. غادي نجيو غادي نديروا اغاب، لما غنضغط عليها غنشوف شنو غيوقع وغنطلق الفيديو. كيف ما تتشوفوا مباشرة غير كليكيت على بلاي اعطتني اللغة العربية يعني الترجمة ديال هذا الفيديو باش نقدر انني نتبع اللغة الانجليزية وكذلك مع قراءة
اللغة التي أفهمها. دابا غادي نحاول نبدل إلى اللغة الفرنسية ونشوف واش فعلا غادي نلقى اللغة الفرنسية أو لا. That are the foundations of ocean life. نتسناو الحوار ديالو. Dolphins explore the vast open ocean in search of the riches that distant deserts. اذا اخواني اخواتي اللي بغيت نقول لكم هو ان هذه القضيه هذه اللي شفتوا معايا اليوم ديال الترجمه بالعربيه والفرنسيه والاسبانيه فهي حتى مع اللغات اللي هي الكوريه والالمانيه وكاع اللغات اللي كتعرفوا اللي هي مقترحه بطبيعه الحال في هذه القناه، لان جربت انا اللغات الاخرى لقيتها كلها مفعله. فدرت ديجا لو تيست قبل ما نشرح لكم كيفاش تتعاملوا مع هذه القناه هذه. نتمنى انكم ديروها في لي تيليفون ديالكم او لا في لي طابليت ديالكم وكذلك في التلفازه مع موالين الدار ايتترا باش تقدروا تستافدوا اكثر. وهكا اخواني اخواتي كنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليوا لنا سؤال او لا الاشكاليه ديالكم في الكومنتار باش نعرفوا شنو هما الحاجيات ديالكم اللي تحتاجوا منا اننا نقدموها لكم على شكل فيديو اللي غيكون يعني مبسط وفيه شرح اللي هو غيكون مفيد ان شاء الله. هو سؤال ديال انسان واحد وانما الاستفاده كتكون للعموم على شكل هذا الفيديو اللي كنقدموه في القناه. فالمحتوى ديالنا انتم اللي كتحددوه على حسب الاسئله ديالكم، وكنشكركم على التشجيعات ونشكركم على الاسئله اللي كطرحوا وعلى التفاعل ديالكم المستمر، وهذا الشيء كيبين على ان القناه ديالنا فيها اناس اللي هما راقيين وكيحتاجوا انهم يستافدوا في المجال اللغه كتعلم والمطالعه كذلك.